المشاركة المجتمعية هو شيء أساسي ومهم تقوم به مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وده كان واضح في استهدافكم لمحو أمية المواطنين وتحقيق الرسالة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات المتعددة بضرورة محو أمية المواطنين. ماذا تستهدف مديرية التربية والتعليم، أو كيف تستهدف مديرية التربية والتعليم من لم يحالفه الحظ في التعليم وتقوم بمحو أمية؟ طبعا هناك نوع من بروتوكول التعاون، تم عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والبروتوكول يحوي عدد من العناصر. العنصر الأول أنه مديرية التربية والتعليم هي شريك أساسي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. ايضا تم تدريب عدد كبير من المعلمين على هذا الامر، تم فتح عدد كبير من المدارس حتى تستقبل الساده الدارسين في التوقيتات المختلفه. مديريه التربيه والتعليم في هذا العام تستهدف ما يقرب من حوالي 16,000 امي، ان شاء الله سوف يتم محو اميتهم بنهايه هذا. هل هناك مكافاه محدده لمن يقوم بمحو اميه الدارسين؟ والله هو في نوع من التحفيز، بروتوكول التعاون بيتم ما بين اللي تم بين وزاره التربيه والتعليم وبين الهيئه العامه للمحو الاميه والتعليم الكبار، ودي طبعا محدد فيها البنود الماليه من قبل الهيئه العامه. وايضا هناك نوع من التحفيز من داخل مديريه التربيه والتعليم للمعلمين القائمين على هذا الامر، وايضا يعني هناك نوع من الاولويه حتى في اختيار القيادات المختلفه ان يكون له دور بارز ومهم في عمليه محو الاميه وتعليم الكبار. فالحمد لله الامور تسير بشكل واضح وبشكل محدد وبشكل كمان متجانس بالشراكه مع الهيئه العامه. فمديريه التربيه والتعليم تلعب في هذا الملف دورا مهما بالشراكه مع الهيئه.